الخميس 10 اكتوبر 2024 مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس نجم تتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكبرى من خلال الفريكونس انترنا 106.9 والا من خلال اللايف ستريمينغ تلقاوه بدا تو دو سويت على قناتنا في يوتيوب سونغون كما تلقاوه ايضا في صفحتنا الرسميه في فيسبوك كيف كيف سونغ عديد المواضيع في الحصه بتاعنا اليوم لكن باش نكونوا حاطيكم حتى شويه الكواليس بدنا شويه في الكونتيكتور باش نبداو بالمنتخب لكن فما تطورات جديده بخصوص التحكيم دونك باش نبداو مواضيعنا باش نحكيوا على قطاع التحكيم لكن قبل هذا خير رحب اليوم ذاكر الواتي مرحبا مرحبا اسلام ومستمعين والحضور ايضا سيدي براوي اهلا وسهلا مرحبا اخويا اسلام ومرحبا بجميع المستمعين اذاعه مسك أحمد الصالحي من التلفزة الوطنية مرحبا يا أحمد أهلا وسهلا يا سلام أكيد المختص التحكيم رقم واحد في تونس مختار دبوس بيه. مرحبا مرحبا بك التحكيم والكواليس مرحبا بك سلام ومرحبا بجميع ضيوفك ميرسي الذاكر على الطرف كاتو اللي, اللي أخويا. لنا خويا يعطيك الصحة الناس تسمع الطرف برشا <applause> اي انا خذيت طرف واحد اي ما هو قول ما نشري على الكاتو واسكت ميرسي على الكاتو ما تعرف ما قلت جاي بركة برك ونرحب بصديقي وفي مقام بابا سيد رضا البوراوي يعطيك وباهي في المباشر نذكركم في المباشر باهي مرحبا أه. بولتي في المباشر انا مرحبا بولتي مرحبا بولتي باهي نبداو باخر التطورات في قطاع التحكيم البارح كان فما كما نعرف الناس الكل كان فما اجتماع بين كمال يدير واللجنه التسويه اللي معاه كان معاهم ايضا مع اعضاء الوزاره في وزاره الشباب والرياضه مع اكيد الوزير الجديد الصادق المورالي تم التطرق فيه الاوضاع على قطاع متاع التحكيم واليوم ايضا في اللحظات هذه مش اليوم فما اجتماع اخر في الجامعه التونسيه لكره القدم قاعد يصير حاليا بين السيد كمال يدير ومجموعه من الاسماء اللي مرشحه باش منصب ناجي جويني في المهمه هذه نعطيكم الاسماء هشام جيرات محمد المدب زبير نويرا مراد الدعمي العروسي المنصري وشكري سعد الله هذم الاسماء اللي موجوده حاليا باش ما عندك تعليق مختار دبوس وايضا فما حتى عندي اسم اخر تم الاتصال به من جماعه ناجي جويني لكن رفض انه يكون موجود ورفض يمكن نقولوا بين ظفرين الانقلاب على نجوين تعرفوا مليح اللي هو وليد الحراق يبدو لي تم الاتصال به ورفض انه يكون موجود مع المجموعه هذه خلينا ناخذ عندك انت نعرفك مطلع اكثر على الملف اي أيوة والله يبقى انا مع وليد اللي كونه مع المجموعه هو تاكد بد... المعلومه انت قريب لو نعرفك اتصلوا به صحيح وليد الحراق الحقيقه امبارح العشيه معناها لحد الليل موجودين مع بعضنا الحقيقه ما فما حتى شيء معناها قاعدين مع بعضنا ما فماش حتى اتصال وموك تعرف نحن ليزربيتر لو حتى يتصل بي واحد يقوم يمشي يتكلم ويعاود يرجع ما, ما نجمش إن ننفي ولا نزم ناكد الحكايه لكن آه انا اللي 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 نقولوا آه اسلام هو التوجه العادي نتاع الجامعه توا فما اسامي توا نحن حتى كي نحكيهم في بعضنا ليزربيتر ما فماش برشا شوا انت توا ديزينياسيون توا عندك عندك نهارين ولا ثلاثه لازم تحضر ديزربيتر باش يعملوا البي اذا كان اذا كان ليزربيتر مشاو صفر سير مال راهو لازم فما اسم وحيد قادر باش يعمل الديزينياسيون هذيه اسم وحيد يعرف الكوي اللي هو هشام جيرات. شفت في اللي سميتهم الكل هذوم الكل اللي سميتهم الكل راهو ما يعرفوش مراد لا 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 علاقه مراد كارتي عنده اربعه ولا خمسه سنين يخدم هشام مراحة. الوحيد اللي يعرف توا هشام ونعطيك معلومه مراحة. هشام انا توا حتى في التعيينات اللي تصير توا وهو بعيد وكذا يتفرج ما أنا يعطي يقول صحيح الماتش هذا الوليد في بلاس وهذا مازال لحمه كان ما كانهمش ما كذا ما يطبّع. يتبع وهذوما راهو حتى الجينيراسيون اللي طلعت خدموا ما مع هشام معناه الاسم الوحيد اللي توا الجامعه تمكن ترهن عليه هو هشام جيرات اسلام فما توا قاعدين قاعدين نشوفوا في شيء اللي قاعدين يعملوا فيه الحكام الصغار هذوما فهمتني كما تعرف فما 657 حكم دخلوا بعثولهم لهم دخلوا كتبوا اسمهم ولقبهم وقالوا رانا نحنا ريسبكتي الاربيتر قال لك نحنا رانا ماناش مزفرين توا فما عباد قاعدين تشيطن في الوضعيه هذه عصيان مدني ودرج نوى وبداو يحبوا يحركوا اطراف معينه لمساءلتها الحكام نحب نعطي الأجهزة الدوله ولا اللي قاعد يحكي ولا يشرجي في الحكايه هذه راهم وليدات صغار اللي عمره 18 واللي عنده 19 باش تقول لي انت علاش في الوقت هذا صارت الحكايه هذه وهم خالصين مش خالصين عندهم عامين ونص حقك انت باش تسال السؤال هذا لكن ناكده لك انا بقربي لهم راهم قاعدين يتعاملوا بطريقه عفويه لموا بعضهم علاش نحن هكا علاش نترنوا في الظلمه علاش ما نش خالصين علاش ومن بعد سبان علينا نحن كل اخر جمعه هاي بلانتي غالطه وكذا لذا اللي يحب يمشي في النهج هذا راهم عندهم اولاد صغار عندهم عائلات إيه رواد عادي 12. هم دخلوهم في العجه اي هاو دخلوا انا باش نسالك دخلوهم في العجه, دخلون في العجة. أيه على خاطر ديما ما عندهمش الخبره نحن باش نعطيك حاجه انا ما الكبار اللي الفرق ما بين توا وقبل توا الدوله قائمه الذات عندها الحق باش تتحرك قبل صارت العصيان صارت وما نجمناش وما نجمناش نعملوه وقت الثوره 2010 صارت عصيان انور الحداد يستنى فينا ونحن نترناو باش يقول لنا بربي ارجعوا ترنا انور الحداد خرجنا كشف البنكي نتاع الجامعه قالها واش عن كانت تحبوا تستنيه برمشي وزفروا وقتها الحكام الحقيقه تاع ربي اللي صارنا في بلاصتو في الا الجماعه آه اللي كانوا اللي عملوا قالوا رانا مش نزفروا ليزانترناسيونو لقاوا حكام اخرين صحيح كلموهم المسؤولين يمشوا يزفروا هذاك علاش حاجه اخرى نحكيو على وضع اخر البلاد تتعدى مرحله انتقاليه معناها الحقيقه راهم ولاد صغار تو كي تشوفهم بالواحد بالواحد عندهم عائلات ما ندخلوهمش في الميازق هذوما عباد تحب تخلص رغم ما بين قوسين راهو الحكم ما يخدمش التحكيم راهو انا مش عايش في عائلته بالتحكيم <applause> هذا آه اللي هذا اللي نحب نحكيه هنا عندي مده على حكايه التحكيم اللي نسمع فيها رأي انا رايي انا هذا وبالخبره وباللي تحب انت عندي 25 سنه في الميدان نعرف من الحكام من المسؤولين من الكل اللي عملوه بالنسبه لي انا احنا عندنا مثل قبل يقول أه ما تخسرش حاجتك بيتك ساعات يقول لك ارزن ما تخسرش حاجة. ما فماش واحد باش يجي ضدهم في التمارين وفي الفلوس ولا ساعة انا ما ب... فما موضوع نفهمه انا عمري مريت ريت بطاقه تعريف خرجتها وزاره الداخليه فيها مهنه حكم هذا اللي قلته ما فيهاش مهنه حكم معناتها ماهيش مهنه رسميه و, و... وكي تبدا الهوايه خاطر مازلنا ولا ما وليناش باتم معنى في انجلترا في فرنسا في اسبانيا ما دام ما فيهاش بطاقه تعريف خاطر عمرها ما تخدمت في وزاره الداخليه من اللي تخلقنا المهنه حكم باهي معناتها لهاوي معناتها الهوايه مقابل المادي نتاعها ما تموش معامل عليها انا باش مع كلامك اللي هو يسترزق منها رقم واحد كيما انت خاطر انا سمعت مغالطات شو اه اه اسمه النطق الرسمي نتاعهم خاطر انا نسميك النطق اي ماهوش نطق رسمي لا منين يدور نطق النطق بالنسبه لي النطق الرسمي وتبارك الله سلس في الكلام و ويعرف يتكلم شنو هي ها؟ شنو المغالطات؟ اللي هو اللي هو ما يقول لك قول له ويجي يقول على الفلوس مش على التمارين باش تحكي لي على التمارين اللي زربيتر الحاضرين فيزيكمون ريتهم حاضرين لا هو يحكي على ظروف التمارين اي اي, 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 اي. ظروف اسمع ظروف ظروف معناها عادي البيتروات يتدربوا مش عادي اسمع ايش قلت عادي البيتروات يتدربوا من غير دوس انا باش بديت لك على هذا انا باش بديت لك من الاول قلت علمونا قبل راك ما تخسرش حاجتك بيدك ساعات واحد كي يضرك ما ترجعش العنف تمشي تشكي به رغم اللي عندك الحق ذاك خليني ع... لك حاجه لا دمارين. لا بالله خليني نكمل هذه برك عندهم الحق في كل شيء في... ريتو يحكوا الكل معناتها ما يجيش نقعدوا مركزين كل عندهم الحق علاش ما مش قبل ما تبدا سيزون صارت العمليه خاطر وقتها وعدوهم ها أه؟ وقتها وعدوهم مش وهو وعدو وعدوه ما يصيرش استنى الوعد الثاني اسكو تجي في وسط سيزون بعد ثلاثه جورنيات وبالطريقه هذه احنا بالنسبه لنا احنا. انا عمري ما سمعت تربيته راهو يزفر عمري شي نهار جاك ميكرو وتكلمت انا اللي زاربيتر في البلاتو الكل قاعدين نتكلموا انا بالنسبه عمرك سمعت قاضي يعطي في حق الناس تقاضي في بلاتو يحكي مع الناس اربيتر بالنسبه لي انا ما لازموش قابل الناس يعطي في حق الناس عرق الناس مش يخرج واحنا وقدينا وعملنا وطلق بلاتو من غادي وينو سيناجي جويني اللي انا بالنسبه لي انا رايي فيه هو يبدا يحكي على التحكيم انا نسكت معناتها راهو على جنب نحكي معناتها معنا ما شك فيه يمكن الطريقة بتاع التعالي اللي تخل بها المرة الأولى ومتاع نفهم كل شيء أنتم ما تعرفوا حد شيء ما عندوش ماتيريال باش يتحرك به هاي وفات سيزون فهمت تونس أنت اللي غايب عليها أنا أول السيزون خويا العزيز مانيش متحرك كان أنت تحب مصلحة الكرة القدم التونسية أنا هاني يعني ماشي نوخروا في الشامبيونا أونتر تو ما ندخلش ليزربيتر بالطريقة هذه وما ندخلش صغار أنا عملناهم مسؤول في لح مجرين هو المعلن هما ما دخلوش هما انسحبوا رواحهم الحكام من, من تلقاء انفسهم لا 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 وكان يعملوها ما يعملوهاش ويقعدوا خمسين ما يعملوهاش اسمعني يا عندك يا ما عندكش في الدنيا مش مش معناها ما كانوش يعملوها قبل ما لازمش يعملوها. لكن في وديع وديع الناس كل تعرف اللي هو الدكتاتور اللي يتكلم معاه معناها يقصى وتكلموا برشا كما محمد بن حسين وكيما غيرهم تم اقصائهم وابعادهم. مالا مالك كي صار في حالات الديكتاتوريه لازم تمشي. لا لا مش مستحيل. لا لا في حالات انت الدكتاتوريه لا في حالات في حالات في حالات لازم تمشي. انا عاملة في الليجان يحكي لك بالحق انا في مقرين عملنا في اللجون يجي ليزربيترز الصغار ويزفروا وتلقاه يزفر كذا ما وما غير جوج وفوحوا فيه المسؤولين معاهم انا ويسمعون الكلام ويدزوهم ومن بعد ما يحجب الحمراء يدخلوا له في السير بشي نحاها ويجب التليفون يكلم عرفوا ما انت نعرف هالحاله بالديتاي لكن على ما قعدوش الفوقانيين بركة يا خويا وقعوا تزفر ما تدخلش الزربيجه في مم. الحكايه ما نرجعوش برشا الموضوع هذا حكينا فيه البارح خلينا في, في الجديد. كلمة تعرف اللي عمل المشكله نتاع لونترينمون شكون؟ ناجي لا لي كانوا منظمين اللي ترانا في الصاله الفلانيه واللي ترانا في الصاله الفلانيه مريقلين حاضرين كما قلت حاضرين في زيبو فما حتى ربيت زفر ماتش ترى السبعه الكبار حاضرين موجودين قال خويا اللي ما يبداش السته في المنزل ويصح في الورقه نتاع البريزونس ما مش على شان وراه باش يتعاقب. اي أيوة لحظه لحظه ما وفر لهمش التيرا وما وفر لهمش الدوش هذه حاجه معناها فما جمعيه عادي من العباد يمشيوا يترانيو كل واحد في صاله كل واحد في بلاصه خويا خويا لهنا جبت لك مدربين انا باش ترانيك وباش تعطيك على امور علميه اسس علميه اسلام شكون قال لي اللي انا كمسؤول اللي حكم هذاك قاعد يتدرب يا اسلام يا اسلام لا لا الحكم بيدو في اكثر من الجوار ما يحبش يقعد في الحشمه هالماتش الماتش راهو يبدا يتدرب تو شفتهم الكبار ترى محرز ترى صادق ترى ترينا الصباح وعشية ستة متاع الصباح وستة متاع العشية تران باش يكون حاضر في الأفريق هذه حاجة أنت كي تحكي لي وفرت لي تيران وفرت لي أنت كي تفرض علي باش ترينا الستة وفرت لي ظروف لونترينمون وفرت لي الغازون وفرت لي ضو وف... شفتوا الفيديوهات اللي يدوروا وراهم هذه حاجة حاجة ثانية حاجة ثانية باش تحكي أنت على العصيان عندي معلومة ثابتة وموجودة ومصورة حسب ما حكاولي اللي كونو تعرف شكون اه اجتمعت بهم وعملت كلوتور نتاع 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 سيمينار ناسيونال بي السيده زكيه البلطاش <applause> كي سمعت اللي كونهم عندهم عامين مش خالصين تعجبت وقالت لهم علاش تزفروا <applause> وعلاش ما تقاطعوش وفاش قامت تمشي <applause> معناها هذه المسؤوله الاولى توا موجوده في الجامعه التونسيه في <applause> <هي كونس قدم تصفيق> ما سمعوش لكن توا ما لازمكش زاد راهو تحطهم انت فرصت علي قلت قاطعوا وتو نخلصوكم وتو كذا هذه حاجه الاولى حاجه الثانية انا راني ما عنديش عندي بعض ساعات يبدا مخي يخدم يا اخي انت كي وقتهم بتعرف تعرف السرد الحكايه كلموهم قالوا لهم اعطيونا تو رانا باش نعطيوكم ايطا حاولوا كيفاش اجتهدوا باش نخلصوا أه توجه الاداره الوطنيه للتحكيم قالت باش نخلصوا لي جون الكل كامل 100% حد عام الاول وذوك الاف جي من الكبار صح صح مختار حكينا فيه هذا ما نرجعوش تحب تحكي في جديد خليني اكمل لك تو انت كي آه عملتي تانك 840 مليون ها آه. علاش آه تعرف الاكسيون اللي صارت كيفاش ولا السيده زكيه البلطجي هي اللي طربت السيد كريم الخميري قالت اجاني للبيرو رانا ما نعطيوكم تو كان 150 200 200 200 وبعد 10 ايام باش نكملوا لك 200 وكان سيسما صبت مغاديك باش نزيد 200 لا انت سامحني كان ميت فما أه؟ 200 معناها كل واحد يطيح 10000 لا لا هاودي 210 ايام 200 ما فماش حتى فرنك وانا نستناك اش قام تعيط لي فهمني وين الدوت اي فهمتك خليني نستنى هما ما قالولكش توا خلصنا عطاوك لي تاك نجم نستناو حتى جمعتين مم. بعد جمعتين كي يتلموا لك 600 يا هي بلع... هي مشات مدت لهم 200 انا شنقول تعرف شنقول؟ انا فما حاجه تم طبخها ناجي زويني حب يخرج نجويني موجود في قطر وين هو هو موجود في قطر لا لا سمحني هذا كل وين موجود في قطر امبارح امين برك الله قال لي في تونس امين برك الله مصر ما يستفقش به <applause> مش في تونس السيد موجود في, في مصر قطر مصر يستفق بك قلت لك هو تو هاو من امين برك الله يمكن اه يا <applause> مختار بالله خلينا خلينا هو هو لا باش نقدموا اذا كان هو في تونس اسك وضع توا يخليه ما يخرجش تخرجش في حكايات فارغه واضح واضح توا ما ينجمش يخرج في دي بلاتو ويتكلم اوكي بعض الجماعه تلمع له في صورته وهو توا خذا مهمه في قطر وصدقوني دور ما عادش يدور بتونس. اي احمد دونك حبينا نقدموا نحكيوا في جديد. أس... كانت تحب ترجع لي عندك تاع تعليق على قديم لكن سؤالي بخصوص الاسماء اللي قاعدين معناتها نسمع عليهم توا في اجتماع تقريبا نفس المنظومه القديمه باش ترجع منهم اسماء مثلا هشام جيرات مع احترامنا لشخصه واحترامنا ليه مازال عنده قضايا في فرنسا معناتها متعلقه بالرهان رياضي والناس كلنا نعرفوها شنو صار. أه... اسلام هيئه التسويه استدعت الحكام الذين حاربوا ناجي جويني سرا وعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كل معناتها الوسائل المتاحة ما أقوله بخصوص هذا الموضوع أن ناجي جويني دفع إلى الخروج وكل ما حدث في المليو سبورتيف في الأيامات الفارطة هو سيناريو لإخراج ناجي جويني هذا الكلام قاعد يقال قاعد هو بقوه في الكواليس ناجي جويني لم يعد يرق لم للمشرفين على كره القدم التونسيه وكذلك مريدي المنظومه القديمه الذين يسعون الى التموقع من جديد وانا نعطيك معطيات الخلاف بين ناجي جويني وهيئه التسويه بخصوص الفار لان ناجي جويني اراد الاستنجاد بشركه اسبانيه وهو يكون الوسيط فيها ولكن هيئة التسوية رفضت رفضا قاطعا باعتبار أنها بعد تخضع للمساءلة في هذا الخصوص هذه حاجة ثاني حاجة سلطة الإشراف التي رأت في قرارات ناجي جويني وصراعه مع الأندية الكبرى هو تهديد للسلم الاجتماعي لذلك ناجي جويني لم يعد مرغوب فيه ولاموه بشدة على الدخول في حرب الردود والبلاغات على انديه الترجي التونسي والنادي الافريقي والنجم الساحلي، يعني انت اذا كان باش تقعد في, الـ في, الـ في السيناريو هذا باش ترجع للانديه التونسيه كل وهذا يعني من شانه انه ي يوتر الاجواء في كره القدم التونسيه. حاجه اخرى هل الحكام بتاع الفلوس وكل شيء هو أه وما شاهدناه من اخطاء تحكيميه عمرها ما صارت. في ثلاثه اربع جولات الاولانيه عدد الاخطاء يعني مبالغ عمر... فيه عملها مساءة و... مبالغ فيها لا, هذا. لا ارجع للتاريخ وبعد انا حكم بالطريقه لما... ذيك يعني من من اول الدنيا لا الاخطاء الاخطاء تصير دي اليوم ولا أما... ما عادش اخطاء في الحقيقة الاخطاء تصير اما فما راي اخطاء يعني انا ما عندي حتى علاقه بالتحكيمة من نزفرهم شو ما حكيت ما انت تحس تحس كيما الرجوع نتاع الكلوب مليح سلام تحس وكانه, حيو. حيو. وكأنه فما, حاجة... فما حاجه تحس فما حاجه اوركستري تحس فما حاجه اوركستري ونعطيك اخر شو حاجة. شو حاجه معناها تتهم حتى حتى حكام م... داخلين معناها يحبوا يتهموا جويني هذا مستبعد اخر يا أحمد حاجه, حاجة, حاجة على ناجي جويني هي تدوينه ابنه بخصوص الانتخابات الرئاسيه عندما ساند علنيه الزمان أكثر شيء ما نحكي لك هكا. هذه ما شفتهاش أنا ما عنديش عليها. شوف تدوينة تدوين عزيز الجويني بخصوص الانتخابات الرئاسية تفهم كل شيء، يعني ما أريد قوله هذا اللي صاير في الجلبة والضوضاء وكل شيء راهو الهدف منه هو تحية ناجي جويني لأن عمره الافتراضي انتهى على رأس التحكيم التونسي، واضحة العملية؟ بربي كل نقطة أخرى اجتماع الأولاني اللي صار ما بين السيد كمال يدير والهيئة التسوية بالله لحظة لحظة خاطر برك أنت مصدوم في كلمة خاطر قعدت واحد فيها على تدوينة ابنه ما, عبش. ما فهمتش معناها شنو هي علاقتها بالموضوع؟ عبشة ما فهمتش شنو علاقتها بالموضوع معناها انت مشرف على التحكيم انا راه كل انسان يساند المرشح اللي يحب عليه اما نحكي لك معناتها انت مشرف على التحكيم معناتها قطاع التحكيم قطاع حساس عنده معناتها دور في انه ينجم يوتر لك الاجواء في البلاد انت تعرف معناتها جمهور الكوره وتعرف الكوره وتاثيرها واحد في, في أنا المجتمع هذا على مسؤوليتك انت الكلام اه ليه لا نقرا لك التدوينه اي هي معناتها تقصد تقصد, تحليل تقصد منفوق التحليل من فوق على تقصد من فوق الدخل ومعناها باش ما نتصورش لك انا انا شو قلت قلت لك راهو ناجي جويني اصبح شخصيه غير مرغوب بها من طرف مين؟ من طرف مين؟ باهي عندك انت تعليق بس ما سيدي ذا صاير الكل. نقول ماذا بيا ما ندخلش في هذا الموضوع لانه هالموضوع هذا عمري ما حكيت على حكم ومانيش مستعد باش نحكي على لكن اللي قاعد نشوفه بكل صراحه كره القدم التونسيه والوضع الرياضي بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه ماشي الهاويه. جماعه تو نتبع كلام احمد الصالحي قد يكون هو كلام صحيح ولا الاخ مختار ولا الاخ باثر ذاكر معناتها فما حاجه نحن نعرفها جماعه ضد جماعه معناتها اون ديري كو يا ان كومبلو باش نحيو ناجي الجويني باهي لنفرض هالموضوع هذا صحيح اين المسؤول الاول في الرياضه؟ كفاية اذا انا ك ك, ك كدوله كشؤون رياضيه مع وزاره الرياض راهي وزاره راهي تابعه سياسة البلاد انا عاملين وزاره شباب ورياضة معناتها سياسه البلاد الرياضه داخلة فيها اذا انا مسؤول في البلاد ونعين انا ناجي جويني ويجي جماعة اخرين يحبوا نحيوه تو انا بعد بعد ما ح... نحي ناجي جويني ونحط احمد الصالحي تو تطلع له كومبلو اخر ويلزم يحاولوا باش ينحيوا احمد الصالحي وين ماشيين تعرف سي سي اسلام بعد 10 ايام الشامبيون باش ترجع راهو لا فما ليغ دو في الويكاند مش باش مش تلعب بمقابلة هذا كلام هذا خليني نقولها ومع الاسف راني تونسي ما نحيش خشمي من وجهي راهي كرتنا مشات <applause> أه، سليم باش نسق ما سي رضا يا اخي وحدنا ترى كلاس برا قراو علينا في مصر وفي الجزائر في المغرب اللي صايرت لنا راه بالحق راه فضيحه فضيحه من اكثر من اكثر من الفضائح الكبرى تعرف ما... انت قلت كلمه راهو احمد في وسط الحديث نتاعك تريز امبورتونت ويعملوا على الدول والشعوب راي كره قدم الوحيده اللي الشعوب الوحيده انا حاجه اخرى انا نمشي نكلم الحكام اللي خرجت تتكلم والنطق الرسمي نتاعهم اللي انا انا تمنيت سي ناجي جويني هو اللي يخرج كيما خرج المره الاولى كي جاي عندك مشكله معاه يعني ذاك خط... من الله خاطر من بكري قاعده تقول في اسمه وتعاود ما فهمتش علاش يا اخي من حقي انا ساعه عندي يعيط. علاش قاعد مع هو بالذات؟ أنا خاطر هاتو أقولك لك علاش. انا البارح تسللت في ردي آخر كيفاش يعيط على مستمع مواطن قال رايه ويكذب فيه ويزي ويزي وش مدخله هو في النوادي باش تخلص الجامعه ولا هو داخل في حتى خدمه ماهيش خدمته. داخل قالك لك برا خلصوا النوادي معناتها انت تو قاعد تقلب في الراي العام اللي النوادي يا سيدي النوادي كيعطاهم سي وديع اعطاهم في ظروف معينه ما كيش قاعد يفرط في الفلوس الكلوب ماهيش باش تلعب كوب دافريك الاخر ماهيش باش تلعب كوب دافريك رغم اللي لا يهمني انا ولا يهمه هو منين برا عطيهم خلنا احنا نخلصوا ولا هو يقف الحلول برعت والطريقه اللي الانترفونسيون اللي عملها الانترفونسيون الاولانيه اللي وقت اللي خرج قرار سي بون رانا معناتها تلوي في الجامعه انت ايش قاعد تعمل الجامعه دول انا سيدي والله العظيم سيدي كيف في بلاصتي كمال الدين صح في دور تلويني فيد انت ما سامحني أه ما فيكمش أه حتى واحد يجاوبني على سؤال اللي سالته بخصوص شكراً. الجديد كل تحكي على الجديد مش حكيك على الجديد القديم فقط اذا طلب الكلمه هاي فما حاجه تو هنا حتى في البلاتو نتاعنا مناش متفقين <مم> راهو قاعدين نزيدوا اللهب واحنا انا نداء نعملوا هنا من عندك انت يا سيد وزير الشباب والرياضه من فضلك انت اللي تحكم في الرياضه وبصفه خاصه كره القدم يا اخي شوفوا حلول

هذو ما عرفش نربط مع الجديد، هذو اللي جايين يا اخي المهمين توا المسؤولين اللي زربيت راه يشدوا صحيح لي زربيت يقول ما زفرش. سامحني تقول لي لي زربيت مش خالصين، شكون مش خلصهم ناجي يا سيدي جاوبني على سؤالي ما يجاوبك انت راسك خلص هو اللي لازم يخلص دقيقة مين يخلص؟ مين يخلص؟ مفروض الجامعة 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 يدير؟ ما فلوس اين هي الفلوس؟ وين مشات؟ وين مشات الفلوس؟ 50 مليار و 60 مليار ويكسروا لنا روسنا بهم. صحيح. نعطيوه في عين الشمس بالغرباء. آه وين مشات الفلوس؟ 10 ثواني مختار قبلك طلب وبعد نعطيك. هاي. انا فما حاجه نحب نقولها لكم اللي كونه اول لقاء صار ما بين السيد كمال يدير ونيجي تويني.

الم... قولي انت ماهو شجاجة الناس اخرى وفر انا قولك حاجة انا نعرفه الشخص هذا من انظف الناس وفر لهم له. اولا اولا ثانيا انا قولي لك من هنا من السيديو بتاعك اكبر خساره في الاربيتراج خساره ويني لا ويبدو لي مختار مع اسند المنظومه القديمه هي هي المناسبه معنا اليوم <applause> لا باقي ما فهمتنيش انا معاه راه توجه ناجي وفر له خويا ناجي هاو تفهم معلومات توا جايب قريب العشره ديكيت وواحد من مصروفه الخاص من 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 من, من, من سبونسور جايبها يخدم عليها مع شركه اجنبيه معنا الراجل كان وفرت له انت فلوس راه خدم من ما نعرفش يقولوا من قطر قطر باش تعطي هيبه للحكام التونسة وكان الوسيط جيوني. قاعد يخدم وفال له. خويا له. اعطيه 5 مليار دوات في العام هذا متكبر قول له خلى تخليني خليني نحكي ساعه خليني نحكي متكبر شنو متكبر تخل تخل طريقة غالطه يا سيدي رضا تخل بطريقه غزر الكمال يدير قال له اول دوسي لازم تخدمه هو التحكيم ما كانش راني باش نستقيل قال له انا عندي نهارين حتى ما نعرفش لي كونت نتاع فيهم تعمل لي في ضغط شنو معناها انت تقول لي هكايا مو نقعد نحكيوها ويتاها وكذا من الاول يقول لك نعطيك انا مو الزمن يعاود روحه يعاود ذكر كي قال كي شد نجي جويني وقال الجميع هربوا مراد وعواز وكذا <applause> سيدي هاو الزمن يعاود روحه ونجي جويني هرب وهرب من المسؤولية لحظة لحظة ما غلطوش العباد هو قال هربوا خلينا نفسر لك تعرف اكيد انت قال هربوا خاطرهم مشاو وخلاو كل شيء ما غير حتى باساسيون سيدي هاو سيدي لحظة مش... عاد خلينا نكمل الجملة <applause> البارح حميم برك الله لهنا قال لك نحن حتى استقلنا باش نكمل ونشرفوا على كل شيء حتى يصير يتم تعيين لجنه جديده وين الهروب لهنا؟ لا مين برك الله لا غيره ينجم يعفس الم... الجامعه توا طو... الجامعه التونسيه <applause> هذوما هذا شاو. موضوع اخر بالنسبه لي نحنا بالنسبه ما لي, ما... لي نحنا نفس نفس سير. سير. نفس الطريقه اللي خليني كمل خليني خلي نكمل بيه. لك انا آه... الزمان يعاود روحه ناجويني هرب ناجويني تعرف وقتاش نقول ما هربش وقت اللي يبدا قاعد مقابل اسلام اخويا ساعه ونص قاعد انت في البلاتو هذا وفسر الراي العام علاش والظروف والعالم لكن انا هنا كي ما يخرجش يتكلم نولي نمشي فما خلفية اخرى ونشوف هنا المعلومه جات من احمد الصالحي صحيح الراجل يمكن خاف على ولده ولا خاف على كذا حقه خرج المعلومه الثابته اللي كونه نجويني خارج التراب التونسي موجود في قطر والمعلومه الثابته الاخرى زاده اللي نجويني بدا يخدم في مهمه جديده في قطر فقط كلمه احمد طلب آه كلمه بعد نعطيك ذاك ونخدموا. انه السيد كمال يدير ما ياخذ حتى قرار دون الرجوع الى سلطه الاشراف هذه حاجه وسلطه الاشراف لم تستسغ آه آه ناجي جويني كيفاش مشى يطالب بحقوق الحكام قبل الانتخابات الرئاسيه آه وقالوا له اللي راهو صوت الاشراف مش هي معناتها المسؤوله على انا على خلاص الحكام قاعد تسيس فيها فضل. اكثر برشا لا مش سيس فيها انا انا قاعد نحلل في معطيات أنا مع مانيش ما عندي موقف حتى ما حد أنا مع سيري ذا خساره كبرى انه اقصاء نجي جويني من من قطاع التحكيم م. اللي بصراحه شفنا فيه امل باش يتعافى التحكيم وعلى الاقل يكون حكيم إيه طيب طيب تو فسحوا من جديد رجعنا نفس الاسماء معنا. حاجه اخرى ما قام به الحكام. الاسماء اللي تسمي فيها ما قام به الحكام. ما, أسمي. أسمي منظومة ما قام به ما قام به الحكام. منظومه قديمه. والعباد الاخرين ماهوش فما اسماء آه عندهم عائلات هشام قيرات مراد الدعمي. تعبنا أه منهم تعبنا منهم تعبنا منهم تعبنا من الناس اللي من مع كامل احتراماتي للحكام. اللي قاموا به هو نوع من البلطجه أيه، صحيح. نوع من التبوريب صحيح. نوع من قطع الطريق قلت عمل عمل على السكه احنا في بين العاد عاد التبوريب ولا انت احتجاج على درجه اللي يطلب, يطلب فلوس يقول ما تمشيش للدرجه القصوى عايشك ما تعطليش مرفق عام ما تمشيش للدرجه القصوى احنا في بين عادة التبوريب وعادك تبني يجور على السكه ولا وانتهى فما شكل تدريجي انت احتجاج تمشي بالتدرج تعمل حمراء تمشي تعبر على الميكروتون حسني حكم حسني البارح تعرف قال

كان يتبع في الماتش في التلفزه إيه؟ سيف الورتين يمشى للدوزيام اسيستون غاديكا عيط له قال له ايجاني عيط له بالواحد قال له ايجاني ويحكي مع معناها مش قاعد تخرج حاجه هذه باش نقول لك الحكام توا راهو قال لك اه لو يرجع نجي جويني توا راهو ما نجمش تجتمعوا معاه وحتى كان قاعدنا معاه راهو بالتصفير ومش خليه يتكلم حتى العباد هذو ملي جايين اسمعني خليني اكمل هذا لا 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 يا اخي انت سالت من الحكام الكل أي. الكل معناها قالوا لك الكلام هذا لا معناها التوجه لأ نتاع الحكام ولا مره في تاريخ تونس راهو سير هكا الحكام يتوجهوا ويمشيو ويمشي ويمشي لي بلاتو يحكيو كيما قال ذاك راهو ممنوع هاو كان لسان انترناسيونال ما خرجوش على خاطر يخافوا على العقوبه نتاع الفيفا خرجوا الاولاد اللي ماهمش خرجوا ولاو يتقصوا في المكان هذايا هذايا نعطيك معلومه حتى هذوما اللي باش ياخذوا مهمه توا راه هل قال لك اجانا وجاتو نحكي وجمعتين اخرين وكذا قال لك لا سبيل لي قال لك هاو طلبات نعطيك الحكام بالله خلينا نختم طلبات الحكام اعطيني فلوسي ومش 30 و40 اعطيني فلوسي اعطيني تيران واعطيني دوش ومن بعد التامين والتنقل

فما تدرج هذه المغالطه نحكي عليها بارك الله النطق الرسمي هذه المغالطه يا عم فيها ما فماش بطاقه فيها حكم هذه اوبسيون نقول واحد اي متفاهمين ايه ماهيش ايه عندكم ايه كلهم شو اللي تاجر اللي بابا في الداخليه الكلها تخدم ايه لا فا لا فا لا لا هذاك لا فما طالب فما طالب ويمشي ايه لبنكردان ويمشي 20 تو انت تصير تقول خليك خليك نكمل تقرا لي في مخي فيهم اللي يخدم فيهم اللي مازال يقرا فيهم الاستاذ مش نحكي على الصغار نحكي على الكبار نحكي الكبار معروفين تعادوا في التلفزه من الدول. الناس للناسيونال معناتها انت قاعد باهي تسلفت ومشيت للماتشوات وكما قلت من حقك وترقدوا في بلايص خايبه وديبلاسمون ونعرفهم مش محميين وكذا الغلطه الكبيره اللي عملوها كانوا خلاو الناطق الرسمي برك يتكلم عليهم وهم يشدوا ديارهم راهم والبارح البارح اللي شو البارح ناطق الرسمي ومعها ربيت في البلاتو ويقولوا لا هذيك خلايا اللي كنت تكلمينها فوضى ولا المفروض نكون محايد لهنا لكن انا كي هناك نشوف منظومه قديمه تحب ترجع وعباد تحب تصلح يتم التعامل معاهم بشكل ذي ما نجبش نكون محايد مع حاجه كما هكا نمشيو مزيكا وبعد نكملوا الحصه نتاعنا اليوم